مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسرح الجريمة. فاطمة بنت فقيرة كبرات في دير الصفيح، ما قرات شيء، تزوجت وطلقات لأنها تبين بأنها عاقلة، ما تتولد شيء. فاطمة تسلحت بالجمال ديالها واستطاعت تبني مستقبلها وتبني دارها، إلا أن واحد النهار تلقات جوج تهاميلة مرمية في الخلا مقتولة. شكون اللي قتل فاطمة؟ وعلاش قتلوا فاطمة؟ وعلاش ما تلقاش داك اللي قتل فاطمة؟ هاد الأسئلة غادي نجاوبوا عليها من خلال هاد الحلقة ديالنا اللي بعنوان فاطمة العونية. بقاو معنا. شوف لا لا تزوجتك باش نولد، الا ما عجبكش الحال ما عندي ما ندير لك. غنوض نعري على كتافي ونوض نخدم في حلال لياتي ونعاونكم، ما بقاش غير جالسه. ما خصك حتى حاجه، الفلوس موجوده وغديري علاش تولي، ما خصك حتى شي خير. انا غنمشي معك وليليها ليها ليليها يلي. فاطمه اشتغلت شيخه واستطاعت تزرع البسمه على وجوه زبنائها، لكنها ما كانش كتوقع نهايه ماساويه لحياتها. واش بغيتي تاكلنا في رزقي؟ كتخوفي. اولا حنا هنا ازاء واحد الجريمه غامضه ومليئه بالالغاز، كيدخل فيها المال بالقصير الدعاره زين المحارم التبني القتل اللي هو اللغز الكبير في هذه القضيه كامله. ولهذا يعني لهذه القصه هذه ممكن نشوف انها تقدر تصلح تكون روايه من الروايات الشهيره البوليسيه الشهيره، لانها الاطراف ديالها ولا المتهمين فيها كتجمع واحد العلاقات متداخله، بحيث ان البحث ديال الامن في المكان كيوصل لواحد المتهم كيقرب الحقيقه حتى كيظهر متهم اخر. يعني كانت الجريمه فيها ملغزه بهذا الشكل هذا. ولكن عموما القصه بدات من واحد الكريان، يعني بحي صفيحي. كتعرف حي صفيحي يعني الاسر فيه كاملين كيكونوا كيحلموا بمسكن جميل فيه على الاقل ابسط شروط الكرامه تكون متوفره فيه الماء الكهرباء الى غير ذلك. من ضمن الاسر كانت واحد الاسره فيها واحد السيده اسمها فاطمه. مشكله زهر ياك لاباس؟ اش كاين؟ مقدم راه جمعنا. ايوا قلت هاديري بو البراد كلشي وفيها مشيو حنا غادي يعاودوا لنا الارض، وهاد الارض هما عطاوها لنا حنا باش غنبنيو. ويجيب الله جاب الله الارض يجيب الله باش نبنيو. راكو كنا نبنيو راه 20 عام هادو حنا ساكنين هنايا، ما بنينا ما درنا حتى حاجه. ومزيان بعدا غنسكنوا فحال الناس، ما بقاوش مكرفسين هكا فهاد البرارك. جا الصيف كنموتو، جات الشتا كنتكرفسو. نبنيو حتى حنا ونسكنوا كاين الناس. حتى انا غادي نوض ونخدم ان شاء الله ونديرو يد في يد ونبنيو ان شاء الله. حتى انا من جهتي غنوض نعري على كتافي ونوض نخدم في حلال لياتي ونعاونكم، ما بقاش غير جالسه. انت يا بنتي الله يجيب لك شي ولد الناس اللي يسترك. الفقر والمضايقات اللي كانت كتعرض ليها فاطمه خلاوها تقبل اول شخص كيتقدم ليها، وكانت هذه اول نقطه تحول في حياتها. اجا زهر كاينه بعدا شي غدا ولا مازال؟ اخويا ما درت غدا، كنتسناك حتى تجي شربه حتى يكون خير في الغدا. فاطمه هذه هي فتاه جميله و حاليما كتحلم انها تكون واحد النهار عروس خدامه الى غير ذلك. يعني في اطار هاد في هذا الحلم هذا، يعني فحال نقول في منتصف الطريق، في منتصف الحلم كيتصادف فيه بواحد الراجل عجبها عجبته، تفاهموا على انهم يتزوجوا. تزوجوا داز واحد الوقيته، يعني العلاقه بيناتهم كانت مزيانه في الاول، ولكن كيف كتشوف مثلا اي علاقه ما بين جوج كيكون لك الحلم ديال الابناء حاضر بقوه. المراه كتبغي تشوف بنتها، تبغي تشوف ولدها، الراجل هكاك. لكن ان الزوج كان من دوك الشغوفين المتعلقين باش يكون عنده الخلفه، كيقلب على ولد. المده اللي عاشت معاه ما ولدتش هاي، طلب منها يعرضها على طبيب. فعلا مشاو عند طبيب نتاع امراض النساء والولاده، تبين بان الزوجه عاقر. هنا اصطدم هو، تصدم، وغادي تصدم هي اكثر من اللي غادي نوض يطلقها. احمد
شنو؟ ياك لاباس؟ بالك انت لاباس؟ ما بالك والو. واش غدبز مع المشيئه ديال الله؟ عمرك ما كندبس مع مشيئه الله. يلا نبدلو ساعه اخرى. ما نبدل ساعه اخرى لالا. عنديش لقينا نبدل ساعه اخرى. راه كاين حلول احمد. بحالاش؟ حتى لما ولاش نقدروا نتبناو. عندي خيريه انا. دابا بغيتيني انا نضيع؟ لا نضيع انا. لا نضيع انا احسن. شوف لالا انا تزوجتك باش نولد. الا ما عجبكش الحال ما عندي ما ندير لك. رغم المعاشره الطيبه اللي كانت ما بين فاطمه وراجلها الا انه قرر يطلقها لعدم قدرتها على الانجاب، وكان الطلاق نقطة تحول ثانية في حياة فاطمة. لما تخلص منها عادت إلى حيها الصفيح الذي نشأت فيه. نشأت في الفقر، ولما تخلصت منه لمدة وظنت أنها تخلصت منه بطريقة نهائية عادت لتعود إليه، لكنها لم تستطع الأمر، خصوصا أنها تعرضت نوعا ما إلى عنف، ونقولها بشدة في هذه الحلقة، لعنف موجه ضد النساء. وهذا العنف هذا وخا ما فيهش الضرب وخا ما فيهش الجرح وخا ما فيهش العنف اللفظي، إلا أنه عنف وراءه عامل مادي، وراءه كذلك عامل عدم إنجاب الأطفال، وكأنها جريمة ترتكبها المرأة في حق زوجها. بيد أن الواقع الحال يثبت أنه رب في 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 أيامنا هذه لم نعد نتكلم عن عقم الأزواج بل عن عدم خصوبتهم، أي أنهم لو تابروا في علاقتهم الزوجية وتشبتوا بخيط رفيع من الأمل لكان بإمكانهم الإنجاب. فقط الصبر هو الذي يجعل العلاقات الزوجية تدوم وتدوم. طلقها رجعت للبيت ديالها، يعني رجعت الكاريان، وان المرأة ملي كتكون عايشة في واحد الوسط فيه شروط الكرامة كتنتقل او كتعود الاصل اللي هو الكاريان او تنس، ممكنش الكهرباء السكين الماء الى غير ذلك، يعني كتكون واحد الحياه شويه صعبه. ولهذا فكرت انها تخدم، ما لقاتش، كدور مره كتخدم. حتى لواحد النهار كانت في واحد الجرده حديقه، تلقات مع واحد السيده كتعرف العيالات ملي كيكونوا عندهم واحد السلاسه في التواصل، كيتواصلوا بسهوله وكيبدوا اي موضوع بسهوله بدون حرج. ديك السيده كتكلم معها شنو، يعني كنقلب على خدمه الى غير ذلك. وصلت قال لها واش ممكن تخليها معايا؟ فاش شيخه كيقولوا هما العونيات، ولكن العونيات هما الشيخات اللي تيمشيو غير المجالس ديال النساء، ولكن المهم المعلومات اللي كتقول انهم يعني شيخات شيخات. السيده انها خاصها تخدم، نعم، قررت أن تخدم مع شيخة، ممقنعتها أن تخدم معها شيخة، سواء كانوا عونيات أو كانوا شيخات. كتعرف أن هذا الدومين هذا كيبغي واحد الدربة، واحد نوع من التكوين، بين قوسين التكوين، بمعنى أنه خاص واحد تدريب، خاص واحد تحفظ الأغاني، تحفظ العيوط، تحفظ الإيقاع، الشطيح إلى غير ذلك. دراسة فيها، دراسة تحت. أنه رمج، يعني ملي كنقولوا الشيخات خصنا نميزوا، كاين واحد نوع ديال الشيخات اللي راقيات، الشيخات العيوط، ملي كنذكر فاطمة الحوسين الحموني إلى غير ذلك، وكاين واحد نوع ديال الشيخات اللي خاصة بالقصير. الشيخات نقولوا مثلا عندهم واحد المجال خاص للفرجة فقط. في حين أنه كاين واحد الشيخات اللي حاملة سكري ديال الاغاني الشعبيه ديال الحرفه اللي كيحن لهم اي واحد والى غير ذلك. السيده قبلت انها تخدم هذه الخدمه هذه، وبدات يعني نخرطت في الفرقه ديال ديك السيده، هذه فاطمه اللي ساكنه في حي الصافي، انخرطت مع ديك السيده في الفرقه هذه، وبقات غادا المسلسل بقى غادي، يعني كتخدم معها في الوجيبات، كيف كنقولوا الوجيبات، يعني كتجي واحد السهره عرس الى غير ذلك كتخدم معها. فاطمة من بعد الطلاق بدأت كتبحث عن ذاتها وفكرت في ولوج عالم الشغل. خلال بحث فاطمة عن عمل غادي تطلق بالصدفة بوحدة من الشيخات اللي غادي تعرض عليها العمل. مالك يا بنيتي؟ مالك مقلق؟ أنا اللي عارفة مالي. جاية باكلة؟ مدبزة مع راجلي. علاش مدبزة معاك؟ بغيت تطلقني. وانا ضبغيت الوقت حيت ما كان ولدش.
وعايشه دابا مع داركم. وخوتي صعاب ومشاكل، ما بقيتش قد على داكشي. ولا ما قديتي على داكشي عاودي معايا نعرفك على واحد الربعه ديال اللعابات وانا معاهم النيت، تعلمي الحرفه وانتي زويونه ومبشوره. لا لا ما نقدش. وشوفي يا بنتي اللي تخرجك زعما راه ما يخصك حتى حاجه، الفلوس موجوده وغديري علاش تولي، ما يخصك حتى شي خير وتولي بطوموبيلتك بالدارك بلا ما يبقاو خوتك يعذبوك، والراجل غتولي هو غير منك، تكون خدامه وعايشه مزيان كل ليله ضربها بركله حتى يحن الله. ما عرفتش واش غدير راجل يجي راجل. انا غنمشي معك ولي ليها ليها. واخا يا والسلام. امتى نتلاقاو بنيتي؟ وقت ما بغيتي. معيش غنديرو غدا مع الخمسة؟ صافي واخا غدا مع الخمسة. غدا مع الخمسة نتلاقاو هنا، كاين واحد العريس تمشي نيت نديك تعرفي عليهم. في ديك الساعة لا عجبك الحال توكلي على الله وزيدي معانا. صافي ان شاء الله. والله يعجبك الحال. ايوا صافي انا غادي نمشي دابا وغدا ان شاء الله مع الخمسة نتلاقاو هنا. ايه اجي مستعدة. بسيني الله يخطيك. بسلامة بنيتي. بسلامة الله يسهل عليك يا بنتي ويسهل علينا جميعا. يعني في اطار هذه العلاقه غتعرف هذيك السيده، غتعرف فاطمه على واحد السيده سميتها خديجه الوجديه. هاد خديجه الوجديه بحال نقولوا مثلا هي اليد اليمنى ديال ديك السيده، كتقلب على الخدام، هي بحال نقولوا واحد شيخه اللي حليفيه. مهم هذيك خديجه بالزربه مال يعني تفاهمت مزيان مع ديك فاطمه، بحال كيكونوا واحد ثنائي. ولكن كتعرف انت مثلا ملي كتكون واحد في الجروب جوج ميزين، انا فاطمه على حسب المعلومات، لكن انا ابانت على الحرفيه ديالها في الاغاني في الرقص الى غير ذلك. تكون واحد ثنائي وبقاو كيقلبوا على كيفاش يطوروا رؤوسهم. فاقترحت خديجه على الوجديه على فاطمه انهم علاش ما ياسسوش فرقة راسهم، لانهم اول حاجه الفلوس كلهم اللي كيصوروا يعني كلهم يعني كديهم لمولات الفرقه. وهما محترفات، هما بحال نقولوا مثلا هما وحده اليد اليمنى ديالها وحده عاطيه العين الى غير ذلك. فاطمه عجب الحال ومشات مع الوجديه في المخطط ديالها، انفصلوا على ديك السيده واسوا فرقه راسهم. نعم. ثم يعني ديك الوجديه عندها واحد بحال نقولوا عندها اجنده، فيها ارقام، فيها علاقات. كتجيب الخدامي، فين ما كتجيب خدمه ولا شي حاجه كتمشي الفرقه ديال فاطمه مع الوجديه كيقصروا كيمشيو للعراسات الى غير ذلك. وكانت تأديت رأسات الفرقه هي فاطمه. اجي نقول لك الوجديه شنو بغيتي تقولي عاوتاني؟ علاش اللي ما نجمعوش بنات ونديروا فرقه ديالنا بوحدنا، ماشي نبقاو خدامين مع الناس وفي الاخر كيعطيونا جدريال؟ اش بغيتي تقولي؟ نجمعوا حتى حنا البنات ونديروا فرقه ديال اللعابات بوحديتنا ونديروا الديور ونديروا فلوسنا احسن من هذا البيت مكرفص. ولكن واش قد كلمتك قد دراعك ولا غا سايره الدو وصافي؟ عارفه انا علاش قاده اختي. اش غنقول لك؟ هي قضيه مزيانه نضلوا اللي كامل حنا خدامين ونشطحوا في الاخر، شحال تعطيك كترمي لك جدريال؟ ما قاده والو. وش هي العمارات اللي بانيه والفلوس اللي عندها ومزرزره كلها غاد هوبات؟ قوليها لراسك. اها تبعيني وتربحي، جمعي لي البنات. اها نجيبو شي اربعه د البنات يكونوا زوينات. اها واقفه بحال هكا. اها ويعرفوا يغنيو. أه. يعرفوا يشطحوا. وتي حنا تانا جبنا هادشي كامل. ويلي قلبي. كيفاش قلبي؟ كاين الحماحم. اوكي. كاين الكوافيرات. صافي. كاين الجرادي. ويلي صاحبتي صافي صافي صافي، لا توصيتي مع لبكه. طلبتي على الموجود. نعول انا من غدا من غد، ولكن سمحي لي ما طلبيش الحمل كله عليا انايا. تانتي تحركي، اللي لقات فينا شي وحده تجرها، نجمعوا الفريقه وانا بالخدمة الخدمه والتبراع. هي هذيك الزون نشر. والفلوس. واحد النهار فاطمه كانت جالسه بوحدها في جرده، شافها واحد السيد عجباتو ومشات تكلم معها كذا، المهم ربط معها علاقه. هاد السيد هو سميتو بوسلهام وكان خدمته طاشرون، كيدبر على المارشيات ديال البني غير ذلك، والعلاقه تطورات بيناتهم. قال لها يعني في اللقاءات كتوالى. نعم. راه علاقه مع علاقه الخليل ديالها. الخليل ديالها يعني. نعم. ملي كنقولوا خليل ديالها يعني فيها كل شيء. نعم. خمر جنس الى غير ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالا دزين كاعي وجالس غير بوحدو؟ شتك مقلقه؟
شكون اللي قلقك نخلي ضربو دابا نيت؟ طالع لي الدم فيا ما نهضر مع حتى شي حد. شكون اللي يطلع لك الدم؟ انا كنقول لك شكون اللي يطلع لك الدم؟ واش ما عندك ما يدار؟ اياه عندي ما يدار وعندي كل خير داكشي اللي جاي عندك. شرفينا المعرفة ديالك. سميتي فاطمة؟ فوق مسلم طاشرون. طاشرون؟ عندي داكشي ديال المقاولات وكذا ديال بصح. مزيان. وانتي اش كدير في خدمتك؟ انا عندي واحد الفرقة ديال العباد. الله اكبر ديال عاود دير داك زيد. تخوك يموت في النشاط بصح. ويلي واش نقول لك؟ شنو بالحق هاد البلاصة هادي ماشي ديال الحوار، ماشي ديال الهضرة، ماشي حتى ديال وجهك. بصح. غير خطاك. يلا نبدلوا هاد البلاصة ونمشيو شي قهوة زوينة بحالك الغزالة. ديال اللي ما تعاودش. يلا. من بعدها عرض عليها قال لي اودي كاينه بقعه ارضيه رخيصه كيف كنقولوا همزه، عرض عليها باش تشريها وقال ليها هو غادي يعاونها في البني، غادي يدبر ليها الفلوس، غادي يتسلف ليها الفلوس، غادي يدبر لي على جميع الاتات وهي غادي تبقى تخلص بالتقسيط. بطبيعه الحال رحبات، هو باغي يتقرب وباغي يوطد العلاقه وفعلا وصل للهدف ديالو وهي بلغت المراد ديالها. بنات سكن من طبقين بالمساعده ديالو، هو اللي وقف على البني، وقف على كل شيء وصار على سبيتو، وهذه هي الانطلاقه. كيفاش بدات الانطلاقه ديال العلاقه الحميميه الغراميه فيما بعضياتهم؟ هذه هي الأرض اللي قلت لك كبيرة تبارك الله، وزينة وزينة وهمزة. ماشي في الخلا؟ هاتيش من الخلا، قريبة للفيلاج. هذه راه فين تلقاها يا راه الديامون، هذا الديامون اللي غتشري. ايش المشكلة عندك؟ واش غنبني لها هادشي كله هاد؟ وعلاش أنا هنا؟ لا ما عاونتكش أنت، شكون اللي غنعاون؟ أنا غنتعامل معاك واحد التعامل زوين وغتبقاي تخلصيني بشوية عليك. ربي ويلي يخطيك عليا بنت العام. ونزيدك شنو دوك اللعابات اللي عندك؟ عندك لك واحد العماره هنا فاعله تاركه وغتجيبيهم نعم سيدي وغنفرقها بيوت ودخل خرج والعاقه دايره. يخطيك عليا بنت العام. ويلي اجي تساري، اجي تساري تشوفي كي داير. زينه زينه ارض كلها تبارك الله هكذا. بقات العمليه بحال هكذا، بنا لها واحد الشقه، المهم منزل فيه تقريبا شي جوج شقات، ولكن داك الشقات كلهم بيوت. نعم. واحد السطح فيه شي بيت صغير الى غير ذلك. هي فاطمه عندها فرقه ديالها، كرات ديك الغرف ديالها الفرقه ديالها. نعم. ولات بحال شي بيت فيه الشيخه معاها، داك الشيء اللي كتخلصها كتولي تخلصها حتى هي كتخلص منها، بمعنى فلوسها كدور غير في ديك الاقامه هذيك. واكيد من يعني بارطما فيها الشقه فيها مثلا السفلي والفوقي مثلا كاين غرف، ما يمكنش ان داك الفرقه كلها غادي تعمر داك البيوت خاويين. البيوت خاويين. المعلومات كتقول انها كانت كتستغل دوك البيوت في الدعاره، يعني حولات داك الشقه ديالها لواحد الدعاره. راجل معاه بنت خاصو مثلا فين انه يقضي الوقت ديالو كيمشي عندها كيعطيها واحد المبلغ مالي كتدخلوا للدار. وهذا الشيء كياتي كان وباقي ومازال وسيكون، لانه كل مره كنسمعوا تفكيك خاليه فيها كذا فاش وقاطع الى غير ذلك. فاطمه، منزل فاطمه ما كانش مخصص فقط للكراء بل كان ايضا وكر للوساطه مقابل مبلغ مالي قدره 50 درهم. اخويا ما كنصدعنا. صيفطني هذاك علي السمسار. شكون؟ علي السمسار. هكاك طلع. ايوا تنقضيو. وطلع. وتنساريو. يلا دخل. ساعه. المهم في هذا الشيء كامل وان ديك السيده حولها داك الشقه ديالها المنزل للدعاره، وكر للدعاره بالوساطه. وكاين حاجه اخرى المهمه انها ولات كتوسط حتى الزبناء،
من ضمن مثلا الحالات اللي كاينه انها كانت شي مره تلاقات مع الزوج ديالها شي فورد الرموك يعني كتعرف شي فورد الرموك كيقدر يغيب سيمانه شهر في اطار الهضره بيناتهم لقات ان بحال حالها ماشي حتى لهي يعني امراه فقيره الى غير ذلك. غراتها قالت لي علاش مثلا تمشي معايا كاين الناس اللي كيعطيو فلوس كثار انك تسهري راجلك ما غادي يعرفش هذا الشيء نعطيك مثلا المبلغ الفلان يعني المبلغ كذا وكذا ولكن على اساس انك تنشطي لي واحد السهره معينه مع واحد السيد وهكذا يعني بقات ديك السيده كتمشي معها بمعنى السيده هذه من انها رئيسه فرقه انها فاتحه واحد المحل في وكر الدعاره ولات مثلا كدير حتى الوساطه وكانت مثلا كيجي حتى المبلغ اللي كانت كتعطيه مثلا اللي كانت كتقاضاه على داك الغرف يعني ما بين 50 درهم حتى 70 درهم يعني شي حاجه قليله وهذا المبلغ كان في داك الوقت شي حاجه كبيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. خديجه؟ هي اختي. انا من طرف الجديه. يا حبيبه لاباس عليك؟ بخير. جلسي هضرات معاك الجديه؟ هضرات معايا اختي. واش بان لك؟ كذب عليك ما عرفتش. وإلا ما عرفتيش اختي سمحي لي ما كاينش شي مره تقدر تصبر على رجلها 6 شهور. حتى المتزوجات ما سلموش من حيالها في استقطابهم من اجل الاستفاده من الخدمات اللي كتقدم لهم. شنو زعما؟ ورا شرحات لك صاحبتي الجديه وزعما ما نخافش من هذا الشيء. ويا لا تخافي ضربي كل شيء على حسابي. ما عرفتش والله ما عرفتش. اش نقول لك بعدا ياك راجلك 6 شهور ولا هيه كيجيب معاه شي فلوس؟ صراحه ما كيجيب معاه والو. ايوا اختي انا كنعرف لك غير 6 شهور كيجيب معاه الملايين. وهادشي زعما فيه شي فلوس؟ ويلي الهبيل على فيه الفلوس. ماشي غير الفلوس، الذهب والفلوس وتاكلي وتبرعي وسوليني انا. اختي انا كنخاف الصراحه. ورا ما عندك مناش تخافي يا الهبيله، واش بغيتي تبقاي هكا؟ صراحه ما بغيتش نبقى هكا. ايوا توكلي على الله. صافي شنقول لك موافقة. المهم اختي فهادشي كامل هو مبقى مستورة ما بغيت حتى شي واحد يسيق الخبار. ويلي ضربي على كتافي ما كاينش اللي يسيق لك الخبار. زعما كوني هانية من ديك الناحية. ايوا صافي واخا توكلنا على الله. توكلنا على الله. اللي في عز التفكير ديال فاطمه كتقلب على شكون اللي مثلا غيدي هذا الخير كامل. خاصه وريث، خاصه واحد الابن على الاقل عنده حياه متفرقه، حياه متفككه، خاصه على الاقل واحد الحياه اللي تكون فيها صادقه. لا قالت تتمنى الحياه الصادقه كتكون مع الابناء. ولهذا اللي في عز هذا التفكير هذا كتجي خديجه الوجديه اللي هي اليد اليمنى ديالها بعد ما كانت اليد اليمنى ديال ديك السيده الاولى اللي كان جا مع الفرقه كتقول لها راه عندي لك واحد الخبر صار جدا. انت كتحلمي انك يكون عندك ولد ولقيت لك واحد السيده باقا بنت صغيره حامله قريبه ولد، واش ممكن انك تبناي هذا الولد هذا؟ فرحات فاطمه لانه خاصه ولد، ما كيهمش يكون ولدها من صلبها ولكن اللي كيهم انها ولد تلقى مع هذيك الحميميات اللي ما كتلقاهاش في الحياه العاديه ديالها. ايوا اسمعي لي اختي فاطمه وجبدي لي دوك الودينات مزيان. ها هما يا لاله جيب لك واحد الخبيره سخونه باقا بميكتها. اما هي واحد البنت تكرفس عليها عمها ما يستر. ويلي اختي انا اش غنقول لك هذا الزمان ولا تايخلع. الله ينجينا وينجي وليداتنا وليدات المسلمين كاملين. ما عليناش هي زيدي حامله وغتولد مسكينه منها 3 ايام. زعما بغيت نشوف الا كنتي تحتاج هاد الوليد تربيه ولا شي حاجه. انا عارفه ربي ما عطاكش التريكه وماشي عيب الا شديتي شي وليد وربيتيه عندك. راه ماشي عيب. لا غديري فيا خير كبير يا وجديه يا حبيبتي وعارفه اني محتاجه. ويلي يا صاحبتي راه قلبي على قلبك وعارفه اللي كاير. راه داكشي انت الاولى فكرت فيه. واش بصح ومن نيتك؟ ويلي يا صاحبتي هاد الهضره راها بصح. نهار كبير عرفتي ما نقولك شنو ندير لك ونزيدك. اها راه غتولد وليد. الله يا اختي شهوتي فيه. انت ويلي انا مالي ما عارفاش عارفه شهوتك فيه. الله يخطيك يا حبيبي. اختي شنو نقول لك راه باش تعرفي معزك عندي وغلاوتك. فوقاش غتجي عندي؟ المهم السيده قالوا الله اعلم من 3 ايام غتولد. واش الطبيب محقق من الوقت ولا لا؟ ملي تولد انا غنتصل بك وغنقول لك كل شيء ونصيفطها حتى لعندك. صافي الله يسهل عليك. ايوا واش بغيتي اكثر من هذا الشيء؟ برك غديري فيا خير اكثر من اللي غديري فيها. ضروري ولا صاحبتي انا مالي ما عارفاكش وتقولي لي انت نساك. عارفه شنو كاين. الله يسهل عليك. وتهلاي فيها حتى هي مسكينه راه بقات في يتيمه وتكرفس على داك الحيوان. لا لا ما تخافيش كوني هانيه ضربي لك شي على حسابي. راك عارفاني انا قلبي كيف داير. كون كنت ما عارفاش كاع ما نجيب لك هاد الخبيره. راه بزاف ناس موصين راك عارفه زعما ويلي. وفكرتيني ما تسجل معايا اللعابات راه ديك العرس اللي عندنا بالليل. راني عاقله عليه وجمعته ما صحش كوني هانيه. يلا حبيبتي بوسيني يلا نمشي.
سلامة عليك وصلي لك راسك. سلامة عليك وجدية. الله يفرحك. سلامة عليك يا سلامة. يعني تقريبا الناس ايام قليله كتجي هذيك الوجديه كتجيب لها الولد، وهذا الولد هو نقولوا مثلا نتيجه زين المحارم، لان هذا الولد هذا ولدته ديك البنت مولات يعني الام ولدته مع العم ديالها. هذه قصه بوحدها. التفصيل ديالها يقدر يقدر يشوش على القصه كامله، ولكن المهم انها اخذت ذاك الولد فرحات به بزاف، درته بحال ولدها، وكانت فيما كتخرج مثلا دير شي خدمه ولا شي حاجه كتخلي داك الولد عند الجيران يعني اللي كاريات لهم. العمليه كلها بحال هكذا، فيما كتخرج اما عندها شي سهره شي وجيبه عندها تقلب على خدمه كتخلي داك الولد عند الجيران ديالهم. فاطمه شكون؟ انا مطرف الوجديه. دخلي مع تمامك. زيدي اختي زيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره؟ لاباس عليا؟ الحمد لله ربي يخليك. شخبارك؟ اللهم لك الحمد. وجديه قالت لك شنو كاين؟ ولكن انا قررت ما نشد الولد حتى نعرف قصته كامله. ودي اش غنقول لك؟ تكرفس عليا يا عمي، الله يلقى لي في هذا النهار. حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا محمد رسول الله. انا عارفه ما عندك وليدات، ديري بحال ولدك نخليه لك ربيه وتهلاي ليا فيه، الله يسهل عليك. شوفي انا ربي ما عطانيش وغنتهلا فيه اكثر من ولدي، كوني من داك الناحيه مرتاح. بسم الله. يا يعني ما تخافيش، كوني هانيه كوني هانيه في نفسي. بسم الله. هانتي راه كلشي هنايا، الرضاعه والكوش وكلشي، كوني هانيه يا ربي. اش نقول لك؟ علاش لي ما تخدميش معانا تبقاي قريبه من ولدك وتدوري الحركه؟ اش غنخدم اختي؟ لا هادشي عندكم صعيب ما نقدر عليه. يا ويلي وحنا اش كنديروا؟ كنمشيو نشطوا الغنى الماكل كنجيو معنا الفلوس، شي حاجه خايبه هادي؟ لا ولكن اختي انا ما نقدش على هادشي، سمحي لي. المهم نخليك واجي لك بعدا غير الفعل. اش من فعل؟ انا عارفه الزهري عوج من نهار اللي تزدت في هاد الدنيا، اش غتشوفي فيه؟ واش غنقول لك؟ يلاه يلاه محمد رسول الله. وهداك الشيء الله يسهل عليك الا ما تهلاي فيه. لا كوني ديري بحال ولدك. شوفي كوني هانيه من ديك الناحيه، انا ربي ما عطانيش وغنتهلا فيه اكثر من ولدي. انا نخليك تهلاي في راسك. لا ما حبيبتي. واحد النهار جا عندها ابو سلهام، بداو كيقسم مقصرين كيشربوا الشراب وكي اي الخليل ديالها. الخليل ديالها نعم. هنا عرض عليها الزواج، قال لها ودي هاد العلاقه اللي بيناتنا خصنا تطور، نمشيو في الطريق قانونيه وشرعيه نتزوجوا. هي رفضت هاد الفكره هذه او لهذا العرض هذا. علاش؟ لان عندها عقده الزواج، صبحت عندها عقده ديال الزواج، عارفه بانه هناك زواج شرعي متبوع بطلاق شرعي، هناك فرحه تتبعها قرحه. ربما غادي منعها واحد الوقت يقول لها بقيتش دير هاد العونيات ما بقيتش دير قصيدة كذا، ربما لا يستبعد. ولكن هي العقده الاصليه عندها هي الزواج المتبوع بالطلاق، رفضت. هنا تقلق شيئا ما السي بوسلهام، تقلق وخرج، خلاها مع صاحبتها خديجة، وكانت حتى الوجدية. جات من بعدهم واحد السيدة أخرى، واحد الفترة بداو يشربوا الخمر كملوا. إذن لما خرج بوسلهام خلاها مع ثلاثة ديال النساء، وما كان جوج عاد الثالثة وتيشربوا الشراب. إذن هنا بوسلهام خرج حالته. نعم نعم. هنا فاطمة العونية غادي تقول لهم أنا غادي نسحب، كتقول صاحبتها غادي نمشي للبلاصة المعلومة. كتقول هذا الشيء الوجدية. الوجدية. أه. السيدة الأخرى اللي عاد جات كتقول لها، قالت لها هنا بلاصة فين غادي تمشي؟ وأنت مالك؟ قالت لها الوجدية أنت مالك؟ أه. علاش دخل راسك لهذ الأمور هذه؟ المهم سكتوا. الأخرى انسحبت خرجت. هنا الوجدية بوحدها اللي عرفتها فين مشات. تا واحد ما عرفها. لا ابو سلهام لا جوج. فاطمة حيد يدك. ليلة وقوع الجريمة، فاطمة خرجت رفقة أحد الزبائن من أجل احتساء الخمر وقضاء وقت ممتع، لكن فاطمة منين كتحتسي الخمر كتحول لإنسانة وحدة أخرى. عاد غنتوانسو نقصر، بغيت رزقي هو الأول. ياك
بيناتنا الفلوس. شنو بغيت نصب عليا؟ كتقولي السيد باقي ما عطاكش الفلوس. ما عطانيش الفلوس، قلتها لك. لا عطاك الفلوس. يا انا كنكذب عليك دابا. كتكذب؟ انا بغيت رزقي. عطيني رزقي دابا، ما نتفكش معاك. ما خرجيش باش نعطيك لا فلوس لا والو. انا عطيني فلوسي دابا، وبغيت فلوسي. ما عندي فلوس اليوم. عطيني رزقي، واش بغيتي تاكلنا في رزقي؟ ما كتغوتي. علاش كتغوتي؟ غنغوت، بغيت رزقي. ما عندي فلوس دابا. ما تضربنيش. خرج عليا من هنا. صبيحة اليوم الموالي أي يوم 16 نوفمبر 1993 تم العثور على جثة نتاع السيدة فاطمة قيد حياتها ملقاة قرب قصر البحر. الجهة اللي موالية البحر في الرباط. نعم. انتقلت عناصر الشرطة لعين المكان. الضابط اللي كان تولى البحث عاين أنه الجثة ملقاة على الظهر ديالها. نعم. هذه الملاحظة الأولى. تيبان لي بأن السروال ديالها هبط. نعم. الملاحظة الثانية، بعد ما ميلها ذات الشمال وذات اليمين كيلقى ضربة عندها في الرأس، ضربة جرح غائر في الرأس ديالها. قام بالتمشيط عين المكان وكيشوف الأرضية الرملية ديال فين كاينه الجثه، ما كيبانش لي اثر اولا ديال عراك. الملابس ديالها ما عليهمش اثر عراك او لا شجار او لا شي مسائل من هادي عاديه. في الرمال ما كاينش اثر عراك. الضغط الوحيد اللي كاين وهو هاد الجثه على الرمل. قاموا بالتمشيط بحثا على الاداه ديال الجريمه في النواحي في المحيط نتاع المكان فين تعثر الجثه، ما تلقات شيء. ولكن بالعكس تم العثور على اثار نتاع عجلات لناقله لسياره مجهوله. الفرقه المختصه، فرقه التشخيص القضائي انذاك، قامت صنعت واحد القالب من الجبس نتاع ذاك الاثار نتاع العجلات. قاموا بالاعمال ديالهم فيما يتعلق بها. تماما. وخذوا المسافه ما بين العجله اليمنى والعجله اليسرى. البحث بين في الاخير بان السيده الهالكه الحولي ديالها الدب ديالها مازال في يديها، معناها ما تعرضاتش للسرقه. فاطمة، تم الاعتداء المسلح. قارنوا السياره ديالو لقاوها بان ما كتنطبقش مع الامور. ماشي السياره المسلحه اللي جابت السيده تما. لا السياره اخرى. نعم. في البحث معاه تبين بان بوسلهام لا علاقه له بالجريمه. الادله والبراهين اللي عطى فين كان في ديك الفتره وفين كذا وفين كذا نحاته شيئا ما. ولكن دائما كيبقى في الاطار ديال المشبوه فيهم نظر العلاقه اللي كانت بينه وبين الهالكه. تم الاستماع من جديد لجميع من كان يقطن في السكن ديال الهالكه، يعني العابات والفرقه ديالها دون اي نتيجه. العمليه هنا اللي كان فيها واحد الخلل، وانه في ديك الفتره التقنيه الحديثه ما كانتش شيء، نتاع لي بورتري روبو ما كانتش شيء. ما تمش الاعتداء كيفاش ياخذوا صوره تقريبيه لهذه السيده الوجديه، لانه هي علامه استفهام، علامه استفهام علاش دارت، لانه اختفت مباشره بعد وقوع الجريمه.
حتى العلوم ديال مصلحة الجريمة ما كانش ما كانش في ديك الفترة. المشكل وهو أن المعلومات كانت شحيحة والإفادة ديال الشهود كانت ضعيفة. تم نقل الجثة للمشرحة مستودع الأموات وبقوا كيبشروا في الانتوراج في المكان فين كانت عايشة الضحية في الحي. نفس اللحظة أو لا نفس اليوم السيدة الوجدية اللي كانت متولية الرعاية نتاع الطفل شداته وحطاته قدام الدار ديال أمها أم الهالكة. نعم هلا نقولوا الدار ديال جدة ديال جدة. نعم بالتبني حطاتها وغبرت ما بقاش بان ليها الأثر. دات الرحيل ديالها دات الأتات ديالها دات الملابس ديالها دات كل شيء وغبرت دات معها السر اللي يمكن ينور شيئا ما القضية. إذن البحث بقى مع أبو سلام ومع جوج عيلات اللي كانوا معها في ديك الليلة. تمام الوجدية ما بقاتش نعم. في هذه القضية لو كنت مخيرا لاختيار عنوان أو شخصيات تتقمص دور البؤساء في مسرحية فيكتور هوغو الشهيرة لانطبق الأمر على البطلة فاطمة. فاطمة عاشت بائسة وحاولت الخروج من ذلك البؤس بجميع الوسائل إلا أنه كان يحاصرها أينما كانت وكانت نهاية المحتومة نهاية دراماتيكية. مجدية نعم تجي اش نسيتي تاني وبقى حديثها أختي تي راكي ديما ناسية والمهم نبغينا في المعفون. أول حاجة تشوف لي الباتو إيه ودوزي عند السمسار. شوف بالنسبة للباتو الباتو قلت لك راه مسمار راني طرقته كوني غا هانية هادشي راه هضرنا عليه قبيلة ويلي ولا نسيتي قلتيني بطرقته وصافي صحتي طرقناه والسمسار راه غندوز عنده راك عارفة كاين باش نعيشوا قضيه ميته. عارفه ايوا حبك عارفه صاحبتي راني معاك وعارفه القضيه شنو فيها غير كوني هانيه. نعول عليك عاولي عليا ولا صاحبتي واش هادي المره الاولى غتعاولي عليا فيها عارفه اش كاين انت حتى ما تنسيش بالحلاوه يا ويلي حنا بيناتنا الصقعه واش راك كتعقل عليا اش غنقول لك يلا خليتك على خير انا غندوز عند البيت ونطرق المسمار ونمشي عند السمسار دوك ثلاثه البيوت راهم تكراو صافي يلا على حسابك يلا تهلاي سلامه. إذن ما يمكنش نتهموا شي شخص أو يعني بخصوص التقصير في العمل وإنما يمكن بعد ما اطلعنا على محضر النزيلة اللي كانت النتيجة ديال أو كان موضوع ديال النزيلة هو قتل واحد السيدة والجاني انضل مجهولا هادشي وقع في 1993 ولكن هذا ما كيبررش على انه ما كانش امكانيات لان بعد الاطلاع كاين ملاحظات ديال الضبطه القضائيه قد يعني اصدرت حكم مسبق ولا دارت متابعه يعني من خلال التكييف ديالها وهذا صراحه لابد من توفر عناصر للقول لان ملي كنرجعوا للمحضر النازله كيتبين بانه محرر هذا المحضر هذا يؤكد بأن القتل جاء يعني نتيجة الضرب والجرح يعني لم تكن نية القتل في حين أن احنا يعني نازلة ديال القتل. إذن هنا القصد الجنائي يبقى بعيد يعني تبقى الجهات القضائية هي يعني المختصة في تكيف يعني بخصوص هل هو قتل العمد أم هذا تقصير. النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص الشهود تبين بأن الشهود أكدوا بأن الشخص الذي كان يرافق الهالكة يعني لابد أن يكون معروف ويعني من العادة أن الإنسان يعني يتطلع إلى معرفة الشخص الغريب ولكن هو مجموعة ديال الشهود والأسف لم يتم يعني أخذ حتى أدنى يعني واحد الوصف خاص لهذا الشخص هذا وأعتقد يعني هذه المسألة هذه تؤثر على مسار القضية لو تم يعني الإسراع في يعني الأخذ على الأقل مواصفات في الحد الأدنى ديال المشبوه فيه كان يمكن توصل إلى الفاعل يعني الحقيقي أي القاتل.
لا 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 انا هذيك والله القسم اختي اللي جابت لي الثمن وهي بغات اختي لك تبهديله مالها على حالتها فكرتيني اشنو شويه وغيجيبوا سلام وتسلي فحالك يا اختي سنتي داك البني دايره ليه الشان بحال اللي تقولي راه رجل الاعمال وانتي مالك اختي بزاف المهم اللي عليك انت منين نجي واخا واخا السلام عليكم وعليكم السلام بخير السلام لاباس عليك لاباس دابا صحيحه الحمد لله كدير مع العمل بخير كلشي مزيان لاباس الحمد لله بخير طورتوا في الحديد ديالكم ياك شويه كان قبل اتصلت قلتي لي انا مع الوجديه اه هاي شويه غتمشي ايوا خليتكم فرحه الله دابا تنطلاقاو ونكملوا هضرتنا صافي يلا خويا بسلامه بسلام عليك سلام. سلامه سلامة ملي نكون جاي سوسي عليا بنادم يمشي من هنا يويلي اول حاجه بدا حسن الشعر مشوه انا حسن هذا الشعر وغنحسن الاخلاق ديالي معك ويلي يعني قول لي ايه بتوحشتيني شويه وكان كيفاش شويه هي عينك شي واحد انت انا بالعمى عمري ما نشوف شي واحد هي وكيفاش هي توحشتك شويه ايوا شويه وصافي سكت توحشني بزاف ياك كما كنت توحشك ملي سير سير هاي اش بالك نتحرك نتحرك هي اللول زيد هاد السيدة هادي تقتلات في 93 في ظروف غامضة والجانب بقى مجهول أستاذ لنفرض مثلا الآن شي شخص تقدم عند الضابطة القضائية وصرح وخبرهم بأن اللي قتل هو فلان واش يمكن الضابطة القضائية تحرك من جديد في هذه القضية هذه؟ فعلا كما قلت ولو أن هذا الشخص هذا الذي يدعي بأنه هو الجاني يعني تقدم إلى الضابطة القضائية أو إلى أي سلطة قضائية فأكد بأنه هو الفاعل يعني الذي قام بقتل الهالكة الضحية فهنا كتكون إجراءات كيف ما كتعرفوا بأن كاين إجراءات للمغرب يعني هذه في واحد الاتجاه ديال كاين واحد ترسانة قانونية ديال حماية حقوق الإنسان ماشي غير بالنسبة للضحية وإنما حتى بالنسبة يعني الضنين ما غنقولوش أنه مجرم ولا هذا غنسميه الضنين لأن باقي ما صدرش في حقه شي حكم باش نقولوا راه متهم ولا أو متابعة باش نقولوا راه هو متهم إذا في هذه الحالة هذه فعلا غيكون إجراء ولكن هنا غيكون إجراء وغيصطدم مع واحد الحق اللي غيكتسبه هذاك الشخص وهو التقادم لأن من بعد ما طلعنا على موضوع النازلة تبين بأن تاريخ وقوع الفعل الجرمي هو 1993 إذن 93 لحد الآن فالأسف هو أن طال التقادم على وقوع هذا الفعل الجرمي وأكثر من هذا دابا حتى في الان حتى في يعني في التعديلات ديال المسطره الجنائيه يعني وان كان الاعتراف فكيبقى كتبقى السلطه التقديريه للجهات القضائيه في تحليل يمكن يعني هذا الشخص هذا ليس هو من قام بالفعل وانما تقدم ربما لطمس القضيه او بإعاز من اطراف اخرى يعني قد يكون هم الفاعلون او هو الفاعل الاصلي في هذه النازله وبالتالي يبقى مسار القضيه مفتوح مع وقوع تقادم في اجراء هذا يعني في ارتكاب هذه الجريمه هاد. نعم شكون فاطمه طيب كثير حبيبي الحمد لله صحه لاباس بخير مريضه مالوك اختي مسكينه عليك تسكنكم بس كنموت بزاف ما غتفكرينيش يا حبيبه باش حبيبتي فلوس لك راه يا ربي تفكرنا في الشهاده سمحي لي راني كنت غندوز عندك عقبيله نقول لك راني مريضه وشريت شي دواء يا اختي وراجل حي الدرسه وهي تنبغى شي ادوات راه مشات ليا داك المسكينه وما يكون باس يوريك بس راه كاع عندنا المشاكل حبيبتي ودوزي مره اخرى ان شاء الله لا حبيبتي انا بغيت رزقي شحال اليوم اليوم جوج اليوم جوج ايه.
نهار 14، نهار 14 يكون عندك رزقك. لا حبيبتي عطيني رزقي. 14 فاطمة حبيبتي يكون عندك رزقك. يا ودي لا عطيني رزقي باش نعيش، وانت ديما خدامة معايا حبيبتي بالليل وبالنهار. باش كتعيشي يا حبيبتي كلك مزرزرة دهوبات باش غتعيشي؟ بسم الله عليا الرحمن الرحيم، ياك اختي عطيتي رزقي. جابني الفاني اللي كاري عبيت مع الجيران، جابني لك انت اللي عندك ما عرفت شحال العمارات. عطيني رزقي، وعطيني رزقي وديك الساعة ديال اللي بغيتي عطيني رزقي. فاطمة واش 14 فيا هي اللي غتحيد بينا حنا الخدمة والجورة، راني حنا خدامين. هذيك 14 انا بها كنعيش. 14 ندوزها، هاني جاية بلاتي هاني. 14 ندوزها لك. انا ما غنقويش معاك الهضره، شي الخدمه جايه غنقطع رزقي والله يعاونك. يا ويلي انت واش مريضه ولا ما كاينكش لا روح لا مرض لا والو؟ واش غتخلي انا 25 واش غندير بها؟ غتعوتي عليا انا ضيف فيقي مع راسك، رزقي تعطيه لي ولا والله تنشردك. فاطمه الله يعطيك الصرا فاطمه، الله يبقى لك يا فاطمه يا بنت. استاذ السيده هذه ماتت وتقتلات كما قلنا في ظروف غامضه، والجاني بقى مجهول، والجاني ولو بان ولو يبان فانه تيفلت من العقاب استنادا الى التقادم. الى هذا الجاني مثلا هذا الشخص اختار جريمه اخرى ما شفناش التقادم، واش غادي يجبدوا لي الجريمه الاولى ديال 93 او غيتعاقب بالجريمه الجديده اللي دار؟ فكما كتعرفوا بعد اطلاع يعني على مسطرة الجنائية أو القانون الجنائي، فالمغربيين كيتبين بأن هذا الشخص هذا إن قام إن اقترف الفعل فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هذه الحالة، هذه يكون يعني ارتكاب الفعل الجرمي هو المعاقب عليه. إذن في حالة ارتكاب هذا الشخص نفترض بأنه هو ماشي هو من قام بالفعل الأول الفعل الجرمي الأول، ولكن افتراض أنه تم ضبطه وهو مرتكب جريمة أخرى لم يطلها التقادم، ففي هذه الحالة يبقى يعني محاسب على الفعل الجرمي الأخير جديد. دون نعم ويفلت من القليل لأن عنده التقادم قد يؤثر ذلك مش حالة العود مثلا حالة العود لابد عناصر مكونة لها، لأن لابد أن يكون الفعل الجرمي لازال يعني أمد التقادم لم يطل وقوع الجريمة، وبالتالي فيحتسب سواء كسابقة يعني القضاء يأخذها بعين الاعتبار عند إصدار أي حكم قضائي. مرحبا بكم العيالات. الله يبارك فيك. حتى بلاتي نشربوا قهوة شي ديالها بعدا غنشربوا القهوة. يلا هي الأولى اللي ما تعاودش. يلا زين ما مساوياش ها هو الماتريال هكاك وباقا سمكة. ايوا ايوا واخا تكذبي لي اختي انا ما تيبرد ليا القلب دير شي واخا هكاك ما بانش ليا فيه دوز عاقب القبا ويلي ايلي ايوا ويلي ايلي شويه دير لي انا عايز سكره وحده انا بلا سكر انا راه طونسيون تما داك الطونسيون لا والو حتى انا تعجبني قهوه مصر هي عزيز على المرار الله يستر المرار هو اللي عايشين فيه ايوا كيجي بهذا الشيء هاك اختي هادشي زوين اختي الصراحه الله متبعه ديك الراجل غايب 6 شهور وراه كتبكي كوراني مازال مكرفصه في الزناقك وماشي نتوما اختي راكي هبيله والله النهار الاول قلتها لك وراني كانت هبيله اما دابا راني درت عقلي كنبغيك داك الراجل مشى لمصر 6 شهور هي قالت غادي يخدم مشكل اللي كيمشي يشوف لي العلو الا مشى هنا يمشي يخدم خليني خدمت انا راني خدامه دابا ايوا كنبغيك حتك وراحتك الله يعطيك انت قولي لي واش درتي مع الباتول اختي راسها قاصح مبغاش طول ومالها ياك لاباس حيدي لي من الباتول ونسايا اجي شوفي الشكور جبت لك انا هاد المره اختي بغيت ديك الباتول تكون معانا ويلا لقيت الخدمه احسن من احسن منا شكون هي هذه زالي فاطمه فنا شكون فاطمه اللي ساكنه في الدرب الاولى عند الحمام لا ماشي اللي في زنقه الحمام الزنقه الاخرى ويلا ديك السمراء هاديك هاديك شتعرف هاديك ويلا علاش عرف وشوفيها كي دايره المرالك الوقفه والهيبه خاصك تعرف ديرو هي العين ويلا على عاطيه وهذيك راه غتوقف في الفرقه هكا وطيح اكثر من نايض انا نقول لك هذيك راه دخلتيها عندك هنا للفرقه
صافي كملات غارانتي من عندي. شوفي على حسابي ما تدورش ليا غير بالعربي. وين العربي تا ديالك شكون دات ما غاتليش تكون فيا عليه. اش درتي مع العربي؟ والعربي هي العربي وعليك بعت ذهبي. يا ويلا صاحبتي العربي راه كيكون ديز من حدايا عندي راه غميزك يسيني فيا. ترى عارفه قاده كيموت على العكار الاحمر صقعه والله الا صقعه وكريم وريده تلقي عليه سوال في الغدا. تخافيش الله اودي على حسابك على حسابك تخافيش نعول عليه تخافيش صافي صاحبتي هي عندها العربي وانا نجيب لك فاطمه وصافي وصافي وغندوزو ليله زوينه. النصر 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 النصر. كانت هذه هي نهايه فاطمه اللي عاشت حياتها معروفه في وسطها اللي اشتغلت فيه طيله 3 سنوات. انتهى بها المطاف مقتوله وما تعرفش لحد الساعة شكون اللي قتلها. اللي قتل فاطمة ما تعرف شيء، حتى واحد ما عرفه، والأسباب علاش قتلت فاطمة ما تعرفهاش شيء. ربما الوجدية في راسها كل شيء، ولكن الوجدية غبرات ما بانت شيء. ضاعت فاطمة وضاع ولدها اللي بقى عرضة للضياع، ذاك الدري الصغير اللي تبناته. فاطمة قصة وفاطمة جريمة فيها لغز، لغز اللي ما تعرفش لحد الساعة. دفنات فاطمة وتدفن معها السر ديال الوفاة ديالها. نهاية الحلقة وإلى حلقة لاحقة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.